هنعمل النهارده اكله مش هقول تقليديه، بس اكله كلنا عارفينها، سهله وزي ما احنا متعودين وبسيطه، وهنضيف بس حاجه بسيطه جدا عليها تدي طعم حلو جدا. الاضافه اللي انا هضيفها اختياري، تقدري تحطيها وتقدري تستغني عنها. طيب هنعمل مع بعض النهارده صنفين سهلين جدا تقدري تعمليهم النهارده. لو عندك يعني كام حته لحمه كده في الفريزر تقدري تطلعيها، هتفك وتبتدي انك تعمليها زي ما احنا هنعملها بالظبط. طيب تعالوا كده نسمي بسم الله ونبتدي نشوف مقادير وصفتنا النهارده للحلقه. هنعمل كباب حله بطريقه سهله وبسيطه، ازاي تظبطيه وازاي يطلع معاكي صوص بني حلو جدا، تطلع معاكي اللحمه دايبه ومستويه واخر حلاوه. طيب هنعمل ايه كمان؟ هنعمل رز بالخلطه او الرز بالمكسرات، وهنكرمل السكر بطريقه بسيطه جدا. لو انت لسه مبتدئه عايزه تعملي الرز بالخلطه، سواء عندك عزومه نفسك يعني في عموما في اليوم عادي، هتقدري تعمليه يعني زي اكن الرز الابيض بالظبط من سهولته. طيب تعالوا نشوف مقادير الاول كباب الحله، وبعدين نبتدي نشوف مقادير الرز بالخلطه وازاي تطلعيه مظبوط زي المطاعم بالظبط. طيب معايا كيلو من اللحمه، وطبعا اللحمه الكميه اختياري، تقدري تعملي نص، تعملي ربع، تقطعيها قطع صغيره وتعملي نص كيلو، فهترمي معاكي كميه كويسه. طيب بصله مفرومه، بصله بيضه مفرومه خشن، وفصين ثوم مفرومين، حوالي معلقه صغيره من صلصه طماطم، معلقه كبيره من السمنه، وبهارات لحم ملح وفلفل اسود وميه مغليه، وحوالي معلقه مليانه صغيره بودره الدمجلاس. هي دي الحاجه الوحيده اللي انا زودتها على مقادير الكباب الحله، بس فعليا بتدي طعم وتدي سكر كده للحمه وبتدي قوام للصوص. طيب ما عنديش بودره الدمجلاس، عادي جدا هستغنى عنها واكمل المقادير معاكم من غيرها خالص لو مش موجوده، بس هي متوفره عند اي عطار او اي سوبر ماركت، هتلاقيها مغلفه في القسم بتاع الشوربه والبهارات والحاجات دي. طيب يبقى قلنا كده مقادير كباب الحله مع بعض، سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه مختلفه.